سعيد ابن المسيب التابعي الجليل من كبار التابعين ومن أعلمهم وأفقههم، وقد عمر إلى أن وصل 80 من عمره، حتى إنه لعلو درجته عند العلماء أو عند بعضهم يرون أن ما أرسله يعد مقبولا ولا يكون من ضمن الحديث الضعيف، لأن مراسيل الصحابة كما سبق معنا مراسيل مقبولة، وأما التابعون فمراسيلهم في أحد قولي العلماء أنها غير مقبولة، والبعض قد فصل فقال إن كانت هذه المراسيل من كبار التابعين كابن المسيب رحمه الله فتكون مقبولة، والمرسل هو أن ينسب التابعي الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يذكر الصحابي. وسعيد ابن المسيب أبوه صحابي، وكذلك جده وهو حزن، ولذا لما أتى جده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يغير اسمه من حزن إلى سهل قال لا أغير اسما سمانيه أبي إن السهل ليوطى، فيقول سعيد رحمه الله يقول فلم تزل فينا الحزونة بعد ذلك، فجده حزن أو حزن رفض اسم أو تسمية النبي صلى الله عليه وسلم له بالسهل، ولكنه من الصحابة فيكون أبوه وجده من الصحابة. وهل تنطق كلمة المسيب أو المسيب بالفتح أم بالكسر؟ يصح الوجهان كما أشار النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، يصح أن تقول هو ابن المسيب أو ابن المسيب، لكن الأفصح والأشهر كما قال النووي رحمه الله هو الفتح، لأن تفتح الياء ابن المسيب